الشعب الجزائري يحب القطر، ربما تعتنى. أنت هل تعتقد هناك حب من طرف واحد؟ لا إله مستحيل. يحبهم ويحبونه. الحب والاحترام والود والتقدير لا يمكن أن تكون من طرف واحد، بل من الطرفين معا. قال تعالى يحبهم ويحبونه. أنا في الجزائر كأنني في بلدي، والله لا أبالغ، أجد نفسي في الجزائر. إذن مرحبا بك. مرحبا بك. الله يحفظكم. شكرا. عفوا.